السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده نتوما والعائله ديالكم. اليوم غادي ندير لكم واحد الوصفه كنديرها بزاف ملي تتكون البطاطا الحلوه موجوده. كنظن بان الجميع كيعرف البطاطا الحلوه. ها هي كما كتشوفوا هاد الايامات موجوده، قلت علاش لا ما نديرش واحد الاكله كنديرها بزاف للدراري عندي مع كيبغوا البطاطا الحلوه. كنديرها مع الدجاج في الفرن. غادي نبداو على بركه الله. كناخذوا البطاطا الحلوه كنقطعوها طريفات هكا شويه طوال بحال هذا الشكل هكا، حساب واحد كيلو ديال البطاطا كما كتشوفوا هنا. عندنا غادي ندير دجاج الطرف اللي بغيتو، ماشي واجب تكونوا دايرين فخاد ولا صدر، ماشي مشكل، تقدروا ديروا غير صدر طريف ديال الدجاج، المهم ما عليناش. عندنا الزيت البلديه، عندنا شويه ديال الزعتر، عندنا قزبر ومعدنوس، واحد البصيله مويان ما كبيره ما صغيره، والتوابل عندنا هنا تحميره، عندنا الكمون، عندنا هنا الفلفله الحاره اللي بغى يديرها، هذه اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، والبزار والملحه. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ قبل ما نديروا البطاطا اللي عندنا، غادي ناخذ هاد الدجاج هذا اللي عندنا غادي نفوروه. كما كتشوفوا خديت واحد الكسكاس درت فيه شويه ديال الربيع من التحت، غادي ندير شويه ديال البزار شويه ديال الملحه، غادي ندير بعدا كاين شويه ديال البصله، جوج طريفات صغار ديال البصلة، شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، وشوية ديال الكمون. هذا هو كما قلت لكم انا غادي نديرو يتفور، غادي نديرو في الكوكوط الكسكاس هذا ديال الكوكوط، غادي نديرو وسط منها وغادي نخليه يطيب على خاطرو. كناخدو واحد الاناء هنا كما درت هنا البطاطا، كناخدو قزبر ومعدنوس، كناخدو الزعتر نحكوه شويه، كنديروا شويه ديال الزيت البلديه، قياس واحد جوج معالق كبار تحميره، حتى هي واحد معلقه صغيره. انا غادي ندير واحد شويه ديال الفلفله الحاره، ماشي بزاف، نسيت ما ذكرت لكمش الثومه، غادي ندير واحد رئيس ديال الثومه، واحد رئيس ديال الثومه غادي نديرو مع الدجاج اللي كيفور. الكمون، الملحة،
نخلطوا هاد المواد كاع اللي درناه هنا مع البطاطا. كناخذ واحد الاناء غادي نديروه في الفران، واحد المول خديت نص ديال البصله اللي درت الاولى درتها في هذاك المول، ودرت واحد الثومه فوق منها. غادي ندير هذيك البطاطا اللي عندي في هذاك الاناء، على هذا الشكل. وكناخذ واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، نص كاس عفوا، كناخذوا الماء كنديروه في هذاك الشيء اللي بقى لينا في هذيك اللاطه اللي خلطنا فيها البطاطا ديالنا، وكنديروها فوق منا بحال هكا على هذا الشكل. كنشعلوا الفران نخليوه يسخن وكنرميوها طيب، كنغطيوها قبل ما نرميوها طيب كنغطيوها بواحد البابي سلفوريزي، ما ديروش بابي الومنيوم، كما كتعرفوا بابي الومنيوم ماشي صحي. كنغطيوه مزيان، كنحاولوا نزيروه من هذوك الجوانب وكنرميوه طيب. هذا هو كما كتشوفوا حبيباتي البطاطا خرجناها من الفران، المنظر ديالها كيشهي والله العظيم لا كيشهي، وما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منها ما نقولش لكم، هذه هذه ولا بدا خصكم تجربوها ان شاء الله. كنخرجوا كما قلت لكم البطاطا ديالنا كنحسوا بها طابت، كديروا كما العاده الموس بحال هكا، البطاطا الحلوه دغيا دغيا كطيب. كناخذوا هذاك الدجاج فوق النار، غادي ناخذوه غادي نديروه فوق من هذيك البطاطا اللي عندنا على هذا الشكل هكا. بحال هكذا كما كتشوفوا، غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده، طريفات صغار ديال الزبده، غادي نحطهم فوق من الدجاج وغادي نردها للفران، غير نحسوا بداك هذاك الدجاج تحمر لينا. كنشعلو غير من الفوق، نديرو طريفات ديال الزبده بحال هكا على هذا الشكل، وكندخلوه للفران. غادي غير يوجد لينا هذا الطبق ونرجع لكم ان شاء الله. هذا هو الطبق ديالنا اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون اعجبكم وتجربوه. ما نكذبش عليكم، هاد البطاطا الحلوه جات لذيذه لذيذه بزاف بزاف، وجات رطبه. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. بحال هكا كنقول لكم مع السلامه والى فرصه مقبله ان شاء الله. وكما العاده ما تنساونيش وتابوناو لاشين ديالي باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. مع السلامه والى فرصه مقبله ان شاء الله.